السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مرحبا بكم أعزائي، وتستمر سلسلة أعيادنا، فبعد عيد ميلاد القناة اليوم عيد ميلاد شخص مميز جدا، وهو كودو شينيتشي ديس. على مهلك يا ست هايبارا، لا تخليني بلش فيك. محبوب الجماهير كودو شينيتشي. ميلاد سانشي حسب مؤلفه غوشو يوافق الرابع من شهر ماي، لذلك نقول له هابي باسي. عيد ميلاد سعيد يا سانشي. بطل الأنمي الأول. على الرغم من أن كونان وسانشي وجهان لنفس العملة، لكن بطل الأنمي الحقيقي هو كونان. عائلته. أسرة سانشي جد صغيرة مكونة من والدته يوكيكو فوجيمين ووالده يوساكو كودو، يعيشان بعيدين عنه في نيويورك، حيث يشتغل والده ككاتب للروايات البوليسية ووالدته ممثلة معتزلة. يعتبر والداه من أفضل الثنائيات في الأنمي، لأن علاقتهما مستقرة ومليئة بالاحترام، ولا يبتعدان عن بعضهما أبدا، فمعظم مشاهدهما يكونان معا. لكن هل هذه هي العائلة الوحيدة لسانشي؟ إن كنتم تريدون موضوعا بهذا الشأن، وصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. على ذكر اللايكات، مهلا، لحظة، مسكتكم، كنتوا رايحين تحطوا ديسلايك تاني. ما قصة الخمس ديسلايكات اللي تنحط لي بكل فيديو؟ مو كل فيديو يعني. تعالوا نتفاهم انت وياها. اجي نتفاهموا بعدا، قولي شنو ما كتبغيش، ماشي اليوم ولا غدا، تقولي يا معلمتينيش. انتو خمسة اولاد ولا خمس بنات ولا خمسة مخلطين؟ خمسة وخميسة يعني. خمس ديسلايكات، اهي حلوة عاشورة ولا مسلطكم علي بابا نوال؟ طيب خد لك شوكولا وروي، وهذه هدية مني. ماذا قلتي فيرموث؟ الله أكبر، خمسة وخميسة وخمسة امرأة. أوكي. مش ممكن يا مونة اللي عملتي فيا ده يا مونة، اسكوزمي اسكوزمي. المهم وين كنا؟ علاقته بران موري. جميع تفاصيل العلاقة بين سانشي كودو وران موري مذكورة بفيديو موجود على القناة بعنوان محطات تاريخية بعلاقة ران وسانشي من الطفولة إلى الارتباط الرسمي. الرابط سيكون بالوصف. تجدر الإشارة إلى أن سانشي كان يتمنى أن يعترف لران بمشاعره في نفس المكان الذي طلب فيه والده الزواج من يوكيكو، لكن ذلك لم يتحقق وانتهى بخيبة كبيرة بدلا من ذلك. داكرا سوري مادي راني ماتتي هوشين دا. لا ألعنك في أي شيء يا غوشو إلا هذا الأمر. إقامته.
سينشي يعيش بمنزل والديه والذي ترجع ملكيته إلى يوساكو كودو. غرفته بالطابق العلوي، وسبق أن دخلتها هايبرا بصفتها شيهو. سينشي كان يعيش بمصروف يومي من والديه والذي كان مصروفا محدودا بالرغم من ثرائهما. بعد تحوله إلى كونان انتقل للعيش مع ران في وكالة موري، وينام في غرفة مشتركة مع كوغورو، ولا يفصله عن ران سوى جدار الغرفة. والداه طلبا منه الانتقال معهما إلى أمريكا، لكنه رفض بشدة. إنها قضيتي وأنا قادر على اكتشاف تلك العصابة بنفسي. أمي، هناك سبب آخر يمنعني من مغادرة هذه البلاد. أما مصاريف عيشه فقد تكلف بها والداه بعد أن وقع شيكا بمبلغ ضخم قدره 90,000 دولار لفائدة موري، وهما متنكران بالطبع. اسم شينشي في الأصول اليابانية يعني واسم كودو مقتبس من المحقق شونساكو كودو، وهو بطل سلسلة دراما يابانية تحمل اسم المحقق مونوغاتاري. محمد رمضان نسخة يابانية. سوجو. يؤدي صوت شينشي المغني كابي ياماغوشي، عمره 53 سنة، وهو من يؤدي صوت كوروبا كايتو، آل من أنمي ديث نوت، فيتن من القناص، وأوسوب من وان بيس. أما صوت كونان فتؤديه المغنية اليابانية مينامي تاكاياما، والطريف في الأمر أن ميلادها هو غدا أي 5 ماي بعد سينشي بيوم واحد. هي زوجة غوشو السابقة والوحيدة التي تعرف زعيم المنظمة الحقيقي. من الطريف أيضا أنهما تزوجا بيوم ميلادها يعني 5/5/2005. يعني كمية رومانسية وتدقيق تواريخ خرافي منك يا غوشو. لكن هل يذكركم اسم زوجته مينامي تاكاياما بشيء؟ نعم تماما، هي نفسها الشخصية التي ظهرت في قضية اختطاف بأنمي كونان بنفس الاسم. مينامي تاكاياما عضوة فريق توميكس، وهذه الحلقة شهيرة جدا، لكن ما لا تعرفون أن فرقة توميكس هي فرقة حقيقية بنفس الاسم، مكونة من زوجة غوشو كمغنية وناغانو شينا كمبرمج، وهي فرقة لها مكانتها باليابان. ويبدو أن الانسجام بدأ من هذه اللقطة فأدى إلى الزواج بالأخير. مغني سيء للغاية. على سيرة الغناء، سينشي كونان أسوأ من يغني بالأنمي. الجميل بالموضوع أن مغنية توميكس هي من تؤدي صوته، لذا عندما يقولون أن صوته سيء تتذكر مينامي فورا. بالمقابل هو يمتلك حسا موسيقيا فائقا. ويجيد عزف الكمان. مهووس هولمز الأول. شيرلوك هولمز هو شخصية خيالية تكاد تصبح حقيقية لكثرة المجانين بها حول العالم. ابتكرها الطبيب آرثر كونان دويل بريطاني الجنسية. هولمز محقق استشاري يتعاون مع الشرطة على حل الجرائم، وتوجد اقتباسات كثيرة جدا لغوشو من قصة هولمز. محقق منذ الرضاعة. أظهر سينشي مهارات الملاحظة والحاسة السادسة أو ما يسمى بحاسة المحقق، وهو رضيع. كما بدأ اهتمامه بهولمز وأعماله وهو طفل صغير جدا. الوراثة.
ورث سينشي الكثير من الصفات عن والده يوساكو، أهمها الوسامة، الطول والذكاء الحاد والمبادئ القيمة. ويعتبر يوساكو كودو أذكى شخصية بالأنمي كله. تثق به الشرطة. يملك سينشي سمعة ممتازة لدى الشرطة، ويثقون بأقواله وآرائه مهما كانت. لا يحل القضايا إلا إن كانت ران صافية الذهن. صحيح أن سينشي مهووس تحقيقات ومولع بها، لكنه لا يشتغل أبدا إن كانت ران معكرة المزاج، ويظل فكره مشغولا بحل مشكلة ران أولا. إذن من سيجد المجرم يا سينشي؟ مشغول ما قلبي مشغول وحياتك على طول مشغول وحياتي. طيب انشغل. لا يفهم في أمور الحب. سينشي محقق ذكي جدا، يفهم بكل شيء إلا الحب والمشاعر. لا يستقبل تلميحات ولا يفهم أي شيء بهذا الخصوص. له نفس فصيلة دم ران. ران وسينشي يملكان نفس فصيلة الدم، حيث قامت ران بالتبرع بدمها لكونان عندما كان مريضا، لكن لحد الآن لم تتم الإشارة لنوع هذه الفصيلة الدموية. منحرف من الدرجة الأولى. انتظر، لم نبدأ بعد. فضائح سينشي كثيرة، ولا عجب أن البعض اتخذ التدابير اللازمة. اسمي كمال ابن القاضي منصور. ها؟ آسف على شبابه الذي يهدره في إغضاب الرحمن. كوشو يتمتع بصحة جيدة، لكن إن عرف بهذا يروح فيها. لا يوجد بالأنمي على تعدد شخصياته منحرف أكثر من سينشي، فهو الرقم واحد. まさに見た目は子供、中身はエロ親父ね。 ستنال عقابك في الدنيا والآخرة. ايوه، وهذا رأيي. وقبل الانتهاء نختم معكم بصوت طربي بامتياز. لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. ترقبوا الجزء الثاني قريبا. وقع ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. خواه، سوريا نيدارو.